فما حدث من تعويم محتاجه برضو ان انا اخاطب المواطن المصري ونسمع صوت الشارع ويبقوا عارفين ان احنا بنسمعهم. يقول لك التعويم ده بعض من الاراء ده خراب علينا. خلينا ناخد هذه المقوله ونشوف ونحللها، هل التعويم ده قرار صائب ام هو قرار غير صائب، ولابد ان يكون فيه مبررات نتكلم بيها مع المواطن المصري. النهارده الدولار كان في البنك بما يقرب من 30 وكسور، ما يقرب من 31 جنيه، وكان في السوق الموازي 72 جنيه، واتكلمنا عن صفقه راس الحكمه وما حدث من نتائجها وضخ الاموال والعمله الصعبه اللي بلغ ان يكون مع جنبا الى جنب صفقه راس الحكمه مع قرار التعويم مع تصريح السيد رئيس الوزراء بالافراج عن البضائع، لو احنا كلنا طبعا اطلعنا عليه. هذه القرارات لان الاقتصاد متشابك جدا مع بعض، القرارات كلها متصلة متشابكة، لابد ان يكون هناك في خطة الاصلاح الاقتصادي عدد من القرارات بيقودها مايسترو واحد عشان تأدي بالمردود بتاعها. كانت النتيجة ان الدولار وصل في السوق السوداء ما يقرب من 38، سيبك ان هو عالي شوية 40 لان هو دلوقتي في اليات السوق والعرض والطلب وخلافه، ولكن لما كان ب 30 كان متوفر؟ كان البنك المركزي بيقدر يطلعه؟ الاجابه لا. التصدير والاستيراد كان شغال؟ الاعتمادات المستنديه كانت شغال؟ لا. كان بيلجا المستثمر فين؟ السوق الموازي. كان بيلجا للسوق الموازي وكان بيشتريه ب 72 جنيه، النهارده هو متوفر في البنك بما يقرب، لو بنتكلم عن سعر اليوم ما يقرب من 45 تقريبا او 46، ولكن متوفر. وطلوع الدولار ونزوله في السوق الرسمي ده شيء يطمئن زي ما معالي النائب قال المستثمر الاجنبي والمحلي، ما اصبحش ان انا هحط فلوسي زي ما معالي النائب قال بالظبط وانا خسران، لا هو فلوسه هو مطمن عليه، فده هيدخل المزيد من الاستثمارات في المرحله القادمه. فده بالنسبه لقرار التعويم والقرارات المتصله بهذا القرار. لما اتاخد قرار التعويم ما اتاخدش قرار التعويم فقط، ولكن اتاخد قرار التعويم مع زياده الفايده لبعض من الشهادات، وان كنت في بعض من الحقب الزمنيه ارفض قرار رفع الفايده، ولكن اليوم انا اوافق على قرار رفع الفايده. السبب ايه؟ ان انت النهارده برضو بتستهدف شريحه المصريين في الخارج اتكلمنا عليه، لما يجي النهارده هيحول لحضرتك عشان احد الاسباب ان سعر الدولار في السوق الرسمي هو مقارب من السوق الغير رسمي، ايضا لديه فرصه من جذب العوائد تصل الى 30% ومتناقصه 25% وهكذا، فيقدر نعيد توجيه سلوك. احنا اللي بنعمل ده، القطاع المصرفي هو اللي يقدر يحلل السوق ويدرسه علشان يقدر يشوف احتياجات المواطن المصري ويحول سلوكه. ده كان بيبقى تكنيك ودراسه من الالمان سنه 95 و97 بينزلوا لنا القطاع المصرفي عشان نقدر نشوف يحول سلوك المواطن المصري من سلوك استهلاكي لسلوك ادخاري. فالنهارده ليس فقط ان المصريين في الخارج هيتوجهوا للبنوك، وده حصل على فكره خلال اليومين اللي فاتوا، خلال اليوم الواحد ده صدر تحويلات واضحه وصريحه في الارقام في الاقفال اليوم امس من التحويلات شكلها عامل ازاي، اقبال المصريين على الشهاده البلاتينيه الجديده. فده يبقى انا بشكل او باخر كقطاع مصرفي قدرت ان انا اغير سلوك المواطن المصري لسلوك الدخان. احنا محتاجين ده في الفتره اللي جايه، وعلى غرار ده وعلى غرار الصفقات اللي معالي النائب بيتكلم عليها نقدر نغير خد بال حضرتك مع بعض، يعني مع المواطن والدوله والحكومه والقياده السياسيه وخلافها.